ميكس اف ام تقدم اي جوله. مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة جديدة وأخبار جديدة وقضايا جديدة في كرة القدم السعودية. رحب فيكم، أنا ثامر الحميد وزميلتي ريما عبد الله من استديوهات ميكس اف ام من الرياض. حياك الله ريما. مساك الله بالخير ثامر، مساكم الله بالخير مستمعين إذاعة ميكس اف ام. قبل طبعا ما ندخل ثامر في مواضيعنا وأخبارنا لليوم في الجولة ميكس، اللي حاب يتواصل معنا من الحين لين الساعة 7 على الاس تي سي 8348-8444-8، موبايلي 630-590-630-590 وزين 7342-7322-22. نعطي المستمعين موضوعنا الأول والمواضيع الحلوة اللي قاعد تصير بالاتحاد السعودي لكرة القدم. طيب ريما، خلينا نتكلم عن اتحاد القدم واللي صار. خلينا نقول ماجد قاروب اللي كان هو طبعا عنده أكثر من منصب مثل الباقيين في اتحاد القدم ولجان اتحاد القدم، نتكلم على منصب كرئيس للجنة القانونية وحتى منصب لرئيس لجنة الانتخابات. رئيس اللجنة القانونية طبعا هو يملك مكتب محاماة، وكان المكتب هذا الخاص فيه اللي هو الخاص بالدكتور ماجد قاروب كان يعني متعاقد مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وتمت إقالته قبل فترة. الآن هو استقال في بيان أصدر أمس من لجنة الانتخابات، لكن المشكلة لا هي في الاستقالة ولا هي في الإقالة، المشكلة في يعني خلينا نقولها بالعربي كذا، نشر الغسيل يعني. يعني الأمور يعني صارت واضحة، تقوم الكورة عندنا صارت على حساب كرة سعودية بنيناها من مئات السنين، ترجع علشان أمور شخصية بين أي مسؤولين كانوا موجودين في اتحاد كرة القدم، ممكن نهد اللي بنوا ناس وتعبوا عليه سنين وسنين، وعلى قولتك في النهاية نشر غسيل. وإذا كان على قولت ماجد قاروبة واللي أصدر في بيانه عن طريق الصحف وبعض التهديدات اللي صدرت منه إنه ممكن يحل هالموضوع للفيفا ويتم إيقاف الكرة السعودية أو تجميد الكرة السعودية، يعني أوكي، يعني أنا صراحة ممكن أنا أصفق له وأحييه على هالأمانة الرائعة اللي قاعد يسويها، بس وينها من زمان؟ ولا لازم تنتظر يصير شيء بينك وبين شخصية في الاتحاد السعودي، في الاتحاد كرة القدم السعودي، بناء عليها أنت تبدأ تطلع هالأمور؟ طب ليش ما أنت من البداية، من يوم ما أنت كنت تعرف هالأمور كلها اللي كانت قاعدة تصير، سواء على موضوع رشوة نجران وتركي الثقفي والشباب والأهلي اللي صارت قبل، من مواضيع كثير وما خفية كان أعظم، ليش ما تم التحدث عنها أو البحث عنها أو أن يتم إيقافها من قبل لا تصير مشاكل بينك وبين أحمد؟ وطبعا ريما يعني خلينا نقول احنا عارفين، يعني على أساس لا يجينا أحد ويقول والله أنتم تطبون لاتحاد القدم، لا احنا عارفين ودائما احنا ننتقد، وإحنا ما احنا بضد أن احنا نظهر الحقيقة اللي قاعدة تصير في اتحاد القدم، سواء بوجود المكلف والمؤقت أحمد عيد أو غيره، وعارفين أن في مشاكل كثيرة داخل اتحاد القدم تحتاج إلى حل. لكن اللي قاعد يسويه ماجد قاروب من يعني البيان الصحفي اللي صدر أمس، يعني المفروض أنه ما يصير، وهذا يضرب كرة القدم السعودية مثل ما صار في الكويت عام 2008 أو 2009 بتجميد لعبة كرة القدم عندهم، لأنه يعتبرون أن هذه تدخل في عمل الرياضة من قبل الحكومات. وخلنا نقول أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتبر جهة رسمية، فأكيد أن هذا يعتبر تدخل. يعني الكلام اللي قاعد يلمح لماجد قاروب أو قاله أن أحمد عيد يتدخل في عمل اللجان، وعشان أوضح أكثر للمستمعين، اللجان نوعين، في لجان رئيسية وفي لجان فرعية. اللجان الرئيسية مثل لجنة الانضباط، مثل لجنة الإعلام والإحصاء، اللجنة القانونية، هذه لجان رئيسية لها عملها المستقل. أحمد عيد كان عنده وجهة نظر، يا جماعة الخير إذا أصدرت قرار على الأقل لو بإيميل تعطوني خبر فيه، يكون عندي خبر أي. لكن ما يتفاجأ زي الناس اللي قاعدين يقرون الجرائد. هذا هو بالضبط اللي يصير، لكن
ماجد قاروب عنده رأي ثاني. عموما يعني أنا صراحة إقالة ماجد قاروب في فترة ماضية من اللجنة القانونية هذا من أشجع القرارات اللي صارت في اتحاد القدم برئاسة أحمد عيد، مع أني أنا ماني مع أحمد عيد في كثير من الأمور، لكن في أمور تحتاج إلى بتر من البداية على أساس أن احنا ما نوقف موقف الضعيف. وشفنا هذا البيان، لكن في سؤال حتى بنقول للمستمعين، من يقف وراء ماجد قاروب؟ هل هذا مجهودات شخصية وشخص أنا بس، ولا في شخصية من هنا وهنا؟ ما أدري. عاد خلينا نذكر مرة ثانية بأرقام التواصل STC8-3448 STC8-4448، موبايلي 630-590 زين 73-22-22. ندخل للأخبار ثامر مستمعينا، ونبدأها بخبر من نادي الاتحاد. أكد اللواء محمد بن داخل الجهني أن ملف اللاعبين الأجانب سيكون للمدرب راؤول كنيدة بمتابعة من المشرف العام على إدارة الكرة الأستاذ عيد الجهني. كويس أنهم بدأوا يعترفون بأن في مدربين لابد أن هم اللي يبدأون يشوفون ملفات اللاعبين، ما يدخلون رؤساء أو الشرفيين في هالموضوع. نروح للمنتخب الإماراتي أو نادي عفوا الوصل الإماراتي. أكد مدرب نادي الوصل الإماراتي الأرجنتيني دييغو مارادونا استحالة تعاقد نادي مع المحترف الأبواري ديديا دروغبا، حيث يتطلب التعاقد معه إلى ميزانية ضخمة جدا جدا. والله شيء طبيعي يعني ثامر، لو دروغبا بيجي واحد من الدول الخليجية هذا كان بيطلب. هو يعني في فترة سابقة يعني خلينا نقول قبل سنة يعني كان في كلام يقول لك نطلب مليون في المباراة الواحدة. بس هي مي مسألة انه بس مبالغ، يعني انت الان بطل اوروبا يعني جايب بطولة ما يحتاج، فهل بتيجي للمنطقة هنا؟ يعني ممكن بعد 3-4 سنوات يعني يكون باقي له خلاص يعني يلعب برجل واحدة ممكن. لكن الحين خلاص يندفن. طيب في الخبر يقول يتواجد مندوب بإدارة نادي الشباب في مدريد، حيث سيلتقي بالأرجنتيني سيباستيان تيغالي مهاجم فريق الاتفاق السابق لتوقيع العقد الرسمي معه بعد أن توصل الطرفان لاتفاق نهائي. وسيخضع اللاعب لفحوصات الطبية لدى طبيب نادي أتلتيكو مدريد الأسباني، وفي حال اجتيازه للكشف سيتم التوقيع على العقد مباشرة. هذا خبر. نطلع مرة ثانية الموضوع بعد ما طرحنا الموضوع ماجد قاروب وأحمد عيد والمسلسل الممل اللي صار بين لجان الاتحاد السعودي ورئيس الاتحاد السعودي المؤقت، اللي الله يستر على الكرة السعودية بعد هالمهاترات اللي قاعدة تصير، لأنه الوضع من سيء إلى أسوأ من سيء إلى أسوأ، وصارت الأمور شخصية أكثر منها شيء ثاني. نروح لسمعة الكرة السعودية. سؤال يمكن بس تامر، يعني أنا اللي ودي أعرف أن إلى متى حيستمر الوضع على هالموضوع؟ يعني لا أمور فنية في المنتخب والكرة السعودية بصفة عامة صارت سيئة، اللجان وزي ما أنت شايف إيش اللي قاعد يصير من أمور شخصية بينهم ونشر غسيل، أخطاء من 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 يعني أخطاء لا تغفر على ما يقولون، قاعدة تسيء لأمور كتير في الكرة السعودية. طب إلى متى إيش الحل في هالموضوع؟ يعني هل نعمل إحلال كامل لاتحاد كرة القدم ونشوف أو نعمل انتخاب كامل لكل اللي يتوظفون فيها، ولا وش الحل في والله الحل أنه لازم يكون في تدخل يعني واضح وصريح على أساس الأمور هذه كلها، ويكون في عقوبات. يعني مفروض اليوم أنا ما أدري يعني في اجتماع في اتحاد القدم أو حتى بيان سيصدر من اتحاد القدم، رح يكون في قرارات قوية. بنشوف عاد متى بيصدر البيان أو حتى الاجتماع وش اللي بينتج عنه إذا كان في اجتماع لاتحاد القدم. بس أنه في حديث أنه ربما يكون في اجتماع أو حتى بيان المفروض يصدر من اتحاد القدم، رح يكون في قرارات تاريخية. عموما بننتظر من اتحاد القدم اللي حاب يتواصل معنا على الأرقام اللي ذكرناها قبل شوي لسمعة الكرة السعودية اللي أحدث ضجة تصريح تشافي لاعب برشلونة الأسباني اللي ذكر أن بطولة أوروبا أقوى من كأس العالم، وهذه ذكرناها في أكثر من حلقة في برنامج الجولة أو حتى برنامج غرفة 11، وقلنا بالفعل يعني بطولة أوروبا أقوى لأن ما يدخل فيها مثلا منتخبات من أفريقيا أو حتى آسيا أو من بعض القارات الصغيرة اللي يكون منتخباتها دون المستوى، هذه ممكن تأثر على مستوى كأس العالم. لكن بطولة أوروبا كلها من العيار الثقيل، أوروبا هي الآن يعني يكفي فيها انجلترا يعني مهد كرة القدم طلع من هناك. بس وش قال تشافي لاعب برشلونة والمنتخب الاسباني؟ قال انه بطولة اوروبا اقوى من كاس العالم لان كاس العالم تلعب فيها منتخبات مثل السعودية وهندوراس. شو رايك؟
وطبعا شوف يعني اذا انا بتكلم بشكل منطقي وصريح هو ما قال شيء غلط. يعني احنا بنتكلم خاصة على المنتخب السعودي, ما راح نقيم على المستوى الآسيوي, ولو ان حتى على المستوى الآسيوي في الوضع الحالي ما راح نقول من اضعف الفرق, لكن مو المستوى ولا هو من افضل الفرق على في الوقت الحالي او في طبعا بعد ما شفنا في كاس اسيا او في اسيا اللي راح, لكن او في تصفيات اسيا, لكن على مستوى العالم شيء طبيعي. يعني احنا يمكن عارفين ان المنتخب السعودي يعتبر من أضعف المنتخبات عالميا, ما قال شيء غلط. لكن السؤال مو بهنا, يعني هو ليش معنى اختال؟ يعني مو معقول ما في غير هالمنتخبين في العالم اللي هم يعتبرون من أضعف المنتخبات في العالم. لكن تقف هنا برضو الشغلات الشخصية اللي بينه وبين ريكارد, لأن طبعا احنا عارفين ان ريكارد كان من مدربين برشلونة والآن حاليا ريكارد للمنتخب السعودي. فكانت طبعا المواقف بينه وبين والذكريات يعني اللي كان يتذكرها تشافي بينه وبين ريكارد, فأتوقع أن في الوقت هذا حس أنه هو هذا الوقت المناسب اللي هو حاب فيه. هو حاب يريمه هو التشافي, يعني خلينا نقول حتى المسمى اللي كان يسميه ريكارد لتشافي يعني كان مدرب لبرشلونة اللي هو سرطان برشلونة عوذ بالله, يعني بس أنه يعني قد إيش هو ما يحب اللاعب هذا, وأنه في مشاكل حتى بينه وبين اللاعبين أو أنه يسميه سوسة يعني داخل برشلونة. هذا اللي كان الموقف بين برشلونة وتشافي, وفي أكثر من تصريح, حتى في تصريح تشافي أمس تطرق إلى ريكارد وطريقته وأسلوبه, فواضح أنه بغض النظر مثل ما قالت ريم, يعني إحنا ما إحنا بقاعدين نقول أنه منتخب سعودي منتخب قوي, لكن يظل حتى المنتخب السعودي في فترة من الفترات مثل عام 94 قدم مستويات جيدة حتى في كأس العالم, حتى تصنيفه دوليا كان من المنتخبات اللي لها باع طويل في كرة القدم. لكن مستوياتنا الآن حنا عارفين قدرنا الآن مختلف عن 94, لكن واضح أن تشافي في تصريحه يعني حب يضرب ريكارد بالمنتخب السعودي, يعني كان يقول يعني خليك مع منتخبك هذا أنت قاعد تدربه. هذه باختصار. خلينا نذكر بأرقام التواصل قبل أن نطلع فاصل. STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8, موبايلي 630 590, موبايلي 6 3 0 5 9 0, زين 7 3 22 22. مستمرين معكم مستمعين إذاعة ميكس اف ام في برنامج الجولة ميكس, معكم ريما عبد الله وزميلي ثامر الحميد. وطبعا كان موضوعنا لليوم آخر المستجدات أو اللي قاعد يصير في اتحاد كرة القدم بين ماجد قاروب وأحمد عيد ونشر الغسيل, وكل واحد عنده وجهة نظر معينة, وطبعا حابين ناخذ ارائكم حول هالموضوع. عندنا موضوعنا الثاني كان عن تشافي وريكارد, يوم تشافي طلع تصريح بان دوري امم اوروبا هو افضل دوري وافضل من كاس العالم, طبعا لانه ما يضم اي منتخب من المنتخبات الضعيفه, وقال مثل السعوديه حط من ضمنها. طبعا يمكن يكون تشافي قصدها تحديدا لان ريكارد يدرب المنتخب. يزعل هالتصريح كيف؟ يزعل التصريح هذا, لأن شوف الإعلاميين كثير يعني زعلانين ما أكل معهم, يعني طول الليل أمس ما عندهم سالفة ولا شيء ولا شغلة إلا تشافي وقال وقال. يعني في حتى في واحد يقول أنا كان ودي أروح أحضر المباراة لكن معصي ماني بحاضر. لا شوف يعني أنا ما بأخذها, لو بناخذها من الناحية العاطفية أكيد إنه راح يزعل إنه منتخبنا يكون في عين لاعبين كبار بهالشكل كمنتخب من أضعف منتخبات العالم, لكن أزعل من الحقيقة ليش؟ وهذه الحقيقة إذا أعدل في الحقيقة. طب ليش ما نأخذها بشكل إيجابي؟ أنا صراحة مبسوط إني أعرف السعودية, يعني هذا شيء طيب. لا والله من جد يعني في كثير من الناس يعرفونها, ما في حد في العالم ما يعرف. لا بس خلينا لكن يعرفها بشكل ايجابي افضل ما نعرفها بانها اضعف. اليوم سلبي العالم. بس يا ريت انه يكون في تعديل, يعني على اساس انه بكره تصير ايجابي. بس خليه يعرف في البدايه, لانه في كثير من اللاعبين وكثير من الدول, يعني خاصه اذا انت ما تشارك في بطوله كاس العالم, يعني نتكلم على جنوب افريقيا في 2010 ونتكلم الان في 2014 ما راح نكون موجودين في البرازيل, فاكيد انه في بعض الدول وفي بعض الاجيال الجديده, نتكلم على 8 سنوات ما تعرف المنتخب السعودي. أنا أتكلم تحديدا على مستوى كرة القدم, فكويس أن تشافي يعني ريكارد عرف, يعني واضح أنه هو مقهور من ريكارد فعرف فينا, يعني فهذا شيء طيب.
فأنا صراحة ما زعلت، قلت كويس أني أعرف بشكل سلبي، بس إن شاء الله اللي عندنا يتلحلحون شوي كذا، يعني نطلع من قوقعة يعني. ماجد قاروب وأحمد عيد وهذا قال وهذا سوى وهذا سكت على الرشوة، يعني حتى سالفة الرشوة يا ثامر نطلع من الأصلال والأربعة وتسعين اللي واقفين عليها محلك سر إلى الآن. يعني حتى في كثير من الناس يقول لك أن فعلا يعني أن هذا إثبات أو دليل أن فعلا كرتنا السعودية أصبحت خارج الملعب أكثر من أنها داخل الملعب. عموما أذكر مرة ثانية بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا، STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8 موبايلي 630 590 موبايلي 630 590 زين 73 22 22. في خبر أعلن صباح اليوم الاثنين الأستاذ عبد الرحمن الجماز والأستاذ عبد المحسن المطلق استقالتهما من اللجنة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم امتدادا لاستقالات زملاء لهما في اللجنة القانونية، ولم يتبقى في اللجان سوى فيصل خريجي وعبد الله السليمان. يعني يا ليت والله كلهم يستقيلون ويفكونا، يعني حتى فيصل خريجي مع اني ما اعرفه ولا عبد الله السليمان ما اعرفه وهم اللي باقيين، بس يا ليت واي احد وده يستقيل يستقيل يفكونا خلاص، يعني نشوف شيء جديد يعني خلاص. على قولهم يعني في مصطلح عند الإعلاميين طلع في الفترة الأخيرة أو حتى الجمهور في الوسط الرياضي يقول لك الديناصورات، يعني خلاص اللي عاف عليهم الزمن، يا ليت تخلون فرصة للشباب. نبغى الفكر. في عندك أخبار كمان لخبر من نادي التعاون، أشارت أنباء إعلامية أن مفاوضات نادي التعاون مع السنغالي الحاج دخلت مراحل حاسمة مع بعض الاختلافات في قيمة الصفقة، حيث يحاول المفاوض التعاوني تخفيض القيمة قبل توقيع العقد. يعني لسه يعني اللاعب حاج ضيوف، يعني اللاعب جيد، لا بس لاعب مميز يعني راح يضيف كثير للدوري السعودي. في هنا خبر، تقرر رسميا أن يرأس الأمير طلال بن بدر طلال بن منصور الرئيس الفخري لهيئة أعضاء شرف نادي الاتحاد الاجتماع الشرفي الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل يوم 11 يونيو الساعة 9 مساء في قاعة المحاضرات بالنادي لاختيار رئيس لهيئة أعضاء الشرف. يعني النادي النصر إلى الآن يعني في أمور مهمة في نادي النصر أهم من رئيس هيئة أعضاء الشرف، يعني هذا يعني خلينا نقول هو منصب شرفي لرئاسة هيئة أعضاء الشرف، يعني عندنا ما هو أهم يعني في الأندية، نتكلم مو بس النصر، يعني أشوف هذه موجودة الآن تقرر رسميا في نادي النصر وتقرر رسميا في نادي الاتحاد، يعني هو الهاجس عندكم أن يكون رئيس هيئة أعضاء الشرف. يا جماعة الخير يعني إن شاء الله بس متى تجي الخصخصة ونشوف أن في شركة تيجي تشيل النادي كذا ونفتك من سالفة أعضاء الشرف ورئيس هذا والشو هذا اللي ما لها داعي. اشتغلوا يا جماعة الخير، تعاقدات لاعبين أجانب مدربين وهذا الحل، لكن هي مشكلتنا ثامر كمان عندنا مشكلة، يعني زي ما قلت موضوع الخصخصة هذا اللي قاعد ما في عندنا شيء له تخطيط ويندرس بشكل مدروس ويتم تفعيله في أسرع وقت ممكن. احنا عندنا مشكلة كمان الأندية السعودية. طيب في عندنا خبر هنا، أعلن أستاذ عيد الجهة القدم بنادي الاتحاد تكفل بمصاريف المعسكر الخارجي فريق الكروي الأول اللي راح يقام في أسبانيا استعداد الموسم المقبل، وكذلك تكفل بالتعاقد مع لاعب أجنبي لدعم صفوف الفريق. وقدم رئيس النادي شكره لعيد الجهني مؤكدا أنه قدم خدمات كبيرة لناديه ودعمه في مرحلة هامة وصعبة من مسيرته. طيب عيد الجهني طلب الناس أنهم يعطونا أو جمهور الاتحاد فرصة، وعد بمية مليون يعني كمنصب ووعود. عيد الجهني يحتاج أن الرئيس يشكره ولا هذا شيء من عمله؟ هذا طبعا المفروض أنه شيء من عمله وبعد كذا يشكر عليه. يعطيك العافية ما قصرت، لكن عطينا ونفذ الوعود أول وبعد كذا لكل حدث حديث. بس في رسالة سامر جاية من أشرف يقول ليش زعلالين، فعلا المنتخب السعودي سيء الأداء والإدارة بدرجة كبيرة، وحتى منتخب كمنتخب فلسطين يستطيع الفوز عليه بوضعه الحالي. وثامر نحكي أن تشافي اللي قاله ما قال شيء غلط، وهذه الحقيقة اللي إحنا هنا فعلا المنتخب السعودي في الوقت الحالي يعتبر من أسوأ المنتخبات عالميا زي ما أنت قلت يا أشرف، فما حد زعلان، لكن إحنا زعلانين إنه إلى متى يفضل من أسوأ المنتخبات في العالم. لا هو ما هو أسوأ، والله في أسوأ مننا يعني، يعني في أسوأ، لكن إحنا نتكلم من 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 ضمن المنتخبات اللي تصنف الأضعف بس الآن الضعيفة على مستوى العالم ريما الآن في الوقت الحالي في وقت سابق لا
أنا ضد هالكلام أبداً. سابق طبعاً أكيد. يعني أسأل. الفترة هذه أنا أتفق معك بس أنا أتكلم يعني حتى اللي يسمعنا في كثير يسمعوا له يقولون لا والله إحنا أضعف، لا إحنا كنا أفضل لكن الآن صرنا أضعف، يعني اختلف الوضع تاريخياً. إحنا ما إحنا بكذا يعني تاريخياً، لا عام 84 في قطر كأس آسيا، عام 92 في اليابان كنا الوصيف، في عام 96 البطولة، عام 2000 في لبنان كنا الوصيف، تأهلنا إلى كأس العالم أربع مرات، 94 98 2002 2006 عام 94 تأهلنا إلى الدور الثاني. ناس بيقولون 2002 في كوريا واليابان كنا ثمانية من الأهلي أو أسباني، واحد منهم يعني ليت من المستمعين صحح لي، الأقل كانوا مشاركين في كأس العالم في يوم من الأيام. الآن حتى في آسيا ممكن، إحنا ما ودنا نشارك، إحنا ودنا بالعكس إنه يكون عندنا مشاركة ريما الآن في الوقت الحالي طبعا. في الوقت الحالي، في وقت سابق لا أنا ضد هالكلام أبداً. سابق طبعاً أكيد. يعني أسأل. الفترة هذه أنا أتفق معك بس أنا أتكلم يعني حتى اللي سمعنا في كثير يسمعوا له يقولون لا والله إحنا أضعف، لا إحنا كنا أفضل لكن الآن صرنا أضعف، يعني اختلف الوضع تاريخياً. إحنا ما إحنا بكذا يعني تاريخياً، لا عام 84 في قطر كأس آسيا، عام 92 في اليابان كنا الوصيف، في عام 96 البطولة، عام 2000 في لبنان كنا الوصيف، تأهلنا إلى كأس العالم أربع مرات، 94 98 2002 2006 عام 94 تأهلنا إلى الدور الثاني. ناس بيقولون 2002 في كوريا واليابان كنا ثمانية من الأهلي أو أسباني، واحد منهم يعني ليت من المستمعين صحح لي، الأقل كانوا مشاركين في كأس العالم في يوم من الأيام. الآن حتى في آسيا ممكن، إحنا ما ودنا نشارك، إحنا ودنا بالعكس إنه يكون عندنا مشاركة إيجابية، يعني الله يستر يعني فدم على جميع المستويات. هذه بنحدد لها إن شاء الله حلقة خاصة، يعني يقول الله يستر. أنت عندك حلين ثامر، إما أن إما الصعود وإما الهبوط، فاللي كأس قاعد يصير في الكرة السعودية من بعد 94 المفروض أن يكون في صعود. يمكن لو استمرينا على نفس المستويات والنهج اللي كان ماشي على المنتخب السعودي كان يمكن يصنف من لكن كان يمكن يكون له شأن على المستوى العالمي، لكن للأسف اللي قاعد يصير العكس مع قولتك أنت على المنتخبات اليابانية أو الصينية إلى آخره اللي وقاعدين يصعدون بالتدريج وحيكون لهم في يوم من الأيام شأن على المستوى العالمي. طيب في هنا خبر يقول أشارت تقارير إعلامية عن اقتراب البرازيلي ويندل من الانتقال رسميا إلى نادي النصر بعد اتفاق إدارتي الناديين، وستعقد إدارة النصر اجتماعا مع اللاعب للاتفاق على التفاصيل، علما أن عقد اللاعب مع الشباب عامين منها مضى، لا هي عامين مضى منها نص عام، يعني عقده مع الشباب ويندل سنتين، راح منها ستة شهور مقابل مليون ونصف المليون دولار خلاف حصة نادي الاتحاد الذي في الأصل أشترى عقده بنحو 6 ملايين يورو. يعني لاعب مثل ويندل من الاتحاد إلى الشباب الآن إلى النصر، يعني يستاهل اللاعب بهالمستويات اللي يقدمها أن يلعب في ثلاثة أندية كبيرة سعودية؟ ما أدري والله، عاد وجهة نظر الجمهور. روح للأهلي، رفض لاعب نادي الأهلي منصور الحربي كل العروض التي انهالت عليه للتعاقد معه بعد أن دخل اللاعب فترة الشهور الستة من عقده الحالي مع الأهلي، حيث يحق له التفاوض أو التوقيع لأي نادي دون الرجوع للأهلي. طيب خلينا نطلع الفاصل قبل لا نطلع، نذكر بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا، STC 8 348، STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590، موبايلي 630 590، زين 732 22 22، مرة ثانية STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590، زين 732 22 22. ميكس اف ام تقدم اي جولة. نادي الهلال، حيث أكد المدرب الأرجنتيني فريق تشيلي أنه رفض عرضا مغريا من نادي الهلال بعد طبعا تقارير ربطته بنادي الهلال الفترة الأخيرة، ونقل الموقع الإلكتروني التلفزيوني تشيلي عن سامباولي قوله أنه رفض العرض اللي تجاوز قيمة 2.5 مليون دولار، مشيرا إلى أنه يشعر بالراحة مرار معه رغم القيمة المالية الكبيرة للعرض الجديد. هذا بالنسبة لمدرب الهلال. والأخبار تقول أن بطولة الليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية هي اللي خلت المدرب يبقى مع نادي، لأنه نادي رح يشارك في هالبطولة تذهب للمدرب الأسباني مارتينيز. خلنا نروح ريما معك مرة ثانية.
عندنا القادسية سامر أحمد البيشي أكد لاعب فريق القادسية السابق والمدرب الوطني أن استقالة رئيس النادي عبدالله الهزاع جاءت في الوقت المناسب، وقال الاستقالة مقنعة بالنسبة لي والقدساويين قبل انطلاقة الموسم بمرحلة جيدة، ذلك إعادة النظر في الفريق الأول لكرة القدم وإصلاح ما أفسده الهزاع وإدارته. طيب. يعني أنا أشوفها أول حاجة يعني يعطي العافية عبدالله الهزاع أنه قدم استقالة، ونتمنى الجرأة من بعض الرؤساء الأندية. يا ليت الجرأة بس بدون فضائح يعني، لأن أمس شايفين في تزوير حتى في عقود اللعيبة وتلاعب فيها لاعب يتمدد عقده، يعني يا ليت أنهم يكون عندهم الشجاعة ويمشون بس بدون فضائح يا جماعة الخير، يعني خليها حتى شيء مو بنظيف 100% 50% اللي يجي بعدك. خلينا ناخذ ريم اتصال أبو فيصل، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. مسيكم بالخير جميعا. مسيك بالنور. عندكم محاور محددة ولا موضوع قاروب وأحمد عيد؟ هذا موضوع. الموضوع الثاني سمعة الكرة السعودية إلى أين وصلت، وشفنا تصريح تشافي لاعب برشلونة. بالنسبة لسمعة الكرة السعودية أعتقد اللاعب الكبير تشافي ما يقصد أنه على مستوى العالم كله، يعني يقصد على مستوى 32 منتخب الظاهر اللي تأهل كأس العالم. فهذا ما هو حق، يعتبر أضعف منتخب حتى لو تأهل فريق أفريقي برضو منتخبه في الوقت الحالي والوقت السابق حتى يعني. يعني حتى لما يتكلمون عن 94 أنا جت باجتهاد ما كانوا يعرفون شو المنتخب السعودي، ولما يطلع لك فريق يعني مغمور ما تدري عنه يسوي لك مشكلة. حتى زمان بس لما عرفوا المنتخب عرفوا أن المنتخب السعودي له يعني إنجازات وكذا وكذا بعدها انتبهوا له، وصار ما عاد يسوي له أي شيء زي أي نادي يعني ضعيف يطلع بعدين انتبهوا له ويقفلون على المنتخب الأندية الكبيرة. هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للقاروب، أنا والله ودي إنه يطلع الكلام اللي قاله إذا كان صحيح يثبت كلامه ويطلعه عشان الناس اللي يدخلون للمناصب في جميع القطاعات مو بس في الرياضة، يا أخي يطلع إذا كان يخش المنصب بواسطة يصفيهم القاروب، أما إذا كان هو قاعد يتبلع على أحمد عيد فأنا أحمد عيد يثبت كلامه ويصفي الرجل. من زمان يا أبو فيصل ليش الحين أتكلم فيها قماشة قاروب؟ ليش ما قال الكلام هذا كله من زمان أو من أول ما صارت الأحداث؟ ايوه هنا المشكله كانت ايش، كان ما يقدر يتكلم لان الامير نواف هو المسؤول ما يقدر يتكلم، يعني هو عنده دلائل اكيد عنده دلائل بعد ما راح. طيب هو المقصود من كلامه الامير نواف ولا احمد عيد؟ لا لا هو المقصود من كلامه لان الاثنين كلهم بس اتوقع انه قصده على احمد عيد. طيب اذا كانت الاحداث هذه في عهد او في وجود الامير نواف اللي حالها طبعا للمحكمه الدوليه او غيرها من الامور، طيب وش دخل احمد عيد فيها؟ ايوه هنا عشان كذا انا اقول لك لازم اذا كان عنده اثباتات يطلعها. طيب يطلع الاثباتات عشان يثبت مين هو السبب، هل هو احمد عيد ام اشخاص ثاني يتبلى على لا شوف الامير نواف يعني رمى الكوره في ملعبهم، طبعا احال الموضوع للمحكمه وكان في محاميين وكان في هذا يعني نعم. مثل يعني طبق القانون فيها، وعد كل واحد ياخذ حقه الا اذا كان ماجد قروب عنده شيء ثاني مختلف حنا ما ندري عنه، يعني ما ادري عنه بيطلعها مره. هذا الكلام اللي انا ابغاه، اللي عنده اوراق وعنده ادله يطلعها، ما مساله انه نقعد يجلسون يخطون على بعض على اخطاء على حساب الكره السعوديه، هذه تنظر بالكره وغطي على رشوه وغط بكره تنتشر فساد تصير زي ايطاليا. طيب يعطيك العافية أبو فيصل، مشكلة كبيرة وشكرا لكم. شكرا يا أبو فيصل. ريما عندك معجب أظن. معجب السلام عليكم. هلا وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا معجب. بس أنا عندي سؤال على شو اسمه الاتحاد السعودي. الاتحاد السعودي الأول عرفنا الكل أنه لها أمر مطول وهم في وضعهم أوكي، هم كل أغراضهم استقال، في ناس جديدة الحين تجي صحيح؟ أي الجدد هذا وش شو اسمه الامكانيات اللي عنده؟ انت قصدك اللي هو كرئيس الاتحاد السعودي القادم يعني؟ لا مش انت الاتحاد بشكل عام، لا الاتحاد الى الان يعني اللي احنا نتكلم على رئيس الاتحاد، هل راح يصير فيه مثلا انتخابات من اللي اكيد انه بيكون في اعاده صياغه للاتحاد السعودي ولجانه كامله مصر. عرفت كيف؟ لا اتكلم عن الاعضاء الجدد اللي بيكونون موجودين، مو هذه يحددها مو هذه يحددها الرئيس الجديد والانتخابات اذا كانت موجوده. اذا انتخب رئيس اكيد انه بيجي وبيجيب رجاله معه يعني من حيث الاعضاء الاتحاد السعودي، لكن احنا ما ندري الان، ممكن تكون الانتخابات تتاجل لانه احتمال كبير انه احمد عيد يتم التمديد له مؤقتا لموسم رياضي قادم. اي كلامه هو معقول
أنا من ناحية وندل عقد مع الاتحاد السابق. عقد منهم؟ وندل مع الاتحاد. وندل مع الاتحاد، لحظة خلينا نشوف الورق، انضيعتني والله فجأة. هو عامين، عرفت كيف؟ عامين. هو سنتين. أنت تتكلم على المدة ولا على المبلغ؟ طيب. سنتين مع الاتحاد. سنتين. أي. وقت. الآن بتروح. الآن بيروح مع كم في الشباب في 6 شهور، والآن بيروح إعارة لنادي النصر. لأن نادي الشباب، لأن نادي الشباب يشوفون إن رواتب عالية. مرتبط الحين مع كلها. تخيل يعني يمتلك بطاقه نادي الاتحاد. نشوفه مره ثانيه بعد غير عن النصر، بعد النصر عند مين يعني؟ هذه كمان مشكله. بطاقته الدوليه مع الاتحاد يعني. اي بطاقته مع في الاصل نادي الاتحاد هو اللي اشترى عقده. صار لعبه ولا هو بحق ذاك المستوى. ايوه هذا اللي احنا نقوله. نوري ما قبل شوي قاعدين نتكلم فيها، نقول يعني ما هو بذاك المستوى اللاعب اللي ينتقل بين الثلاث انديه. طب تامر معلش، اذا كان هالمستوى الانديه اللي قاعد تاخذه، مي شايف الموضوع؟ والله مي شايف اللاعب انه مو قاعد يؤدي، ولا يمكن يعني حجتنا المعتاده على اللاعب انه ما اعطي فرصه؟ والله اشوف يا جماعه، هو اللاعب معلش ابو فيصل، يعني هو اللاعب خلينا نقول، كيف اقول لك، اللاعب مو بسيء يعني، مو بدنا اقول والله اللاعب مو قاعد يادي، مو مستوى اني انا اجيبه للانديه الكبيره يعني، ممكن انديه الوسط، الانديه متذيلة الترتيب ممكن يعني، لكن المشكله ان هذا المستوى وراتب عالي يعني، ما ادري انا وش جابر الانديه هذه كلها يعني، حتى نادي الشباب بيتخلص منه لان عقده مع سنتين ويبي يتخلص منه ياخذونه ليش؟ قد وقع معه تراهكم. طيب ابو فيصل اوكي، هذا اللي كان عندي، بشكرك. يعطيك العافيه ريما. طيب خلينا بس ندخل في خبر عن قائد المنتخب الأسترالي. رفض قائد المنتخب الأسترالي لوكاس نيل التعليق على أنباء انتقاله للدوري السعودي وتحديدا نادي النصر، حيث قال للإعلام الأسترالي أنه لن يتحدث عن وجهته المقبلة، فيه حاليا هو الاستعداد لمواجهة عمان الجمعة القادمة. يعني ما تحس تامر أن بما أنه يعني رفض وما أنكر أو ما أنفى هالموضوع، يمكن يكون فيه ولا من اي ناحيه؟ فصل اكثر يعني. هو قاعد يتكلم ان ما راح يتكلم اذا كان هو بينتقل للدوري السعودي او لا، وتحديدا للنصر. رفض انه يتكلم عن الموضوع بشكل كامل. اي ممكن يكون يعني في مفاوضات دائما بعض. هذه الاحترافيه يعني، الاحترافيه للاعب منتخب استراليا واضحه. اي احترافيه يعني ما في يعني، يقول انا ما راح اعلق على اي شيء لان انا عندي مباراه مهمه في تصفيات كاس العالم، راح العب مع عمان وقتها أنا أوكي، بعد ما خلص المباراة ممكن أتكلم، عندي مثلا من النصر، وعندي من فريق مثلا من أمريكا اللاتينية، عندي من أوروبا، أنا بشوف العرض الأفضلي. في بعض اللاعبين يشوف أن العرض المالي هو الأنسب بالنسبة له، وهذه تفرق لها في العمر يعني، إذا كان اللاعب مثلا 30 وفما فوق يعني، ما صار يدور أنه يلعب في أوروبا كخيار أول، لا يدور على المادة، يقول لك أنا أروح ألعب سنة الشرق الأوسط أطلع مبلغا وقدره وأعتزل. وفي لاعبين يقول لك لا، يأخذون فلوس بس يعطون، لكن يجون هنا ويقعد ياخذون الفلوس ومبالغ مهوله ومبالغ تعادل رواتب مدري كم وزير، وفي النهايه ما نشوف نتائج، هنا مشكله كمان. كانك تقصدين ريكارد. طيب خلينا نطلع الفاصل بس نذكر بارقام التواصل، حاب يتواصل معنا STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8 موبايلي 630 590 موبايلي 630 590 زين 7 3 22 22. اللي حاب تواصل معنا في برنامج الجولة مكس على STC 8 3 4 8 8 4 4 4 8 موبايلي 630 590 630 590 وزين 7 3 4 2 7 3 2 2 2 2. ومعنا على التليفون مين معنا؟ أبو باسل. أبو باسل، هلا أبو باسل، حياك. السلام عليكم، مساء الخير لك والأخ تامر وجميع المستمعين. الله حيك أبو باسل، تفضل. أنا صراحة أبي أتكلم عن المنتخب السعودي، أنا وطني صراحة، أنا مشجع الأندية الأوروبية. بالنسبة للمنتخب الوطني صراحة، إذا بدي أتكلم على الوضع الراهن للكرة السعودية ولمنتخبنا، أنا برأيي الشخصي، رأيي الشخصي إحلال جميع اتحاد الكرة السعودي، وإحلال لاعبي المنتخب السعودي ما فوق السن 25 سنة. يا أخي نعطي فرصة لاعبي منتخب الشباب، منتخب الشباب شارك في كأس العالم أبدع ولعبوا مستويات جدا عالية ورائعة، نعطيهم فرصة وما نحطهم تحت أي ضغط، ومع اللعب الحلو واللعب الجميل تجي النتائج. هذا أول حاجة. الحاجة الثانية، للأسف الإعلام السعودي، الجماهير السعودية، اللاعبين السعوديين قاعدين
على زخم إنجازات 94 و88 و84، وقاعدين يتغنى بالأغاني القديمة وقاعدين عايشين. حتى لما تيجي اللقطات في الإعلام بتيجي اللقطات والإعادات المباريات القديمة، ما في شيء جديد. للأسف حتى اللاعبين عايشين في الوضع ده، عايشين في السمعة هذه. ما تشوفنا نوري مساك ما تشوفنا نوري مساكتين صراحة، معجبين بكلامك، كمل. فصراحة يعني للأسف حتى اللاعبين للأسف ما هم قاعدين إنه لا المنتخب السعودي قوي. يا رسيتي طبعا دول شرق آسيا ودول بتتقدم عاملة قاعد تشتغل لقدام أطول. يعني أول كنا نفوز على تايلاند في كاس آس كاس آس 96، فزنا على تايلاند 6-0 على ما أعتقد. الآن إحنا قادرين نفوز عليه في مباراة ودية. دول الشام زي عندك سوريا والأردن يزمنا في كاس آسيا. حتى للأسف للأسف حتى مبارياتنا الودية يا أخي عزيزي الأخوان المستمعين للأسف نلعبها مع الأردن، ألين خلاص الأردن وسوريا حفظونا من كثر مباريات ودية معهم، حفظونا حتى رهبتنا فقدت أمامهم. طيب. الآن شوف عندك الآن مصر، شوف بتلعب مع إيش الدول اللي تلعب معها، اليابان بتلعب مع البرازيل، حتى الآن الدول الأوروبية بطلت تلعب مع فريق يقول لك يخرج قوية. للأسف إحنا عندنا نتكلم على جانبين، آسف على الإطالة، عندنا نتكلم عن جانبين، عن جانب إنه الإعلام والجماهير واللاعبين عايشين على ما حققوه الأجيال السابقة وقاعدين يلعبوا عليه. والآن في نظر الشخص الآن إحنا جميع الاتحاد السعودي بكل إداراته بكل لجانه جميع لاعبي المنتخب الأول وإقالة مدرب، يا أخي أعطي فرصة للأطباء السعوديين لجهاز إداري جهاز فني أعطيهم عندي وكل المدربين أعطيهم دورات. يعني مثلا اسمح لراتب ريكارد أطلع فيه 2 مدربين مستوى وخليهم يرجعون لي. طيب. سنة واضح الصورة يا تكرافي أبو باسل. نذكر بأرقام التواصل STC 8-3-4-4-4-8 موبايلي 630-25-22. ريما عندك خبر؟ عندنا خبر من مع العراق 1-1 في المباراة اللي أقيمت البارح على استاد عمان الدولي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة من التصفية 2014 في البرازيل. يقول وش قال تشافي؟ تشافي قال في تصريحه لإحدى الوسائل الإعلامية أوروبا اللي بتقام يوم الجمعة يورو 2012 كأس الأمم الأوروبية أنه بطولة أوروبا أقوى من كأس العالم، لا ضعيفة مثل السعودية وهن ما نشوفها في أوروبا. اللي بيقول رأيه في الموضوع هذا يقول رأيه. خلنا نطلع ريم الفاصل قصير وبنرجع مرة ثانية. اللي حابب تواصل معنا في برنامج الجولة مكس على STC 8-3-4-8-8-4-4-4-8 موبايلي 6-3-0-5-9-0-630-590 وزين 7-3-4-2-7-3-2-2-2-2 ومعنا على التليفون مين معنا؟ أبو باسل. أبو باسل، هلا أبو باسل، حياك. السلام عليكم، مساء الخير لك والأخ تامر وجميع المستمعين. الله حيك أبو باسل، تفضل. أنا صراحة أتكلم على المنتخب السعودي، أنا وطني صراحة، أنا مشجع الأندية الأوروبية. بالنسبة للمنتخب الوطني صراحة إذا بدي أتكلم على الوضع الراهن للكرة السعودية ولمنتخبنا، أنا برأيي الشخصي إحلال جميع اتحاد الكرة السعودي وإحلال جميع لاعبين المنتخب السعودي ما فوق السن 25 سنة. يا أخي نعطي فرصة لاعبين منتخب الشباب، منتخب الشباب شارك في كأس العالم أبدع ولعبوا مستويات جدا عالية ورائعة، نعطيهم فرصة وما نحطهم تحت أي ضغط، ومع اللعب الحلو واللعب الجميل تحتاج النتائج. هذا أول حاجة. الحاجة الثانية للأسف الإعلام السعودي، الجماهير السعودية، اللاعبين السعوديين قاعدين على زخم إنجازات 94 و88 و84، وقاعدين يتغنى بالأغاني القديمة وقاعدين عايشين. حتى لما تيجي اللقطات في الإعلام بتيجي اللقطات والإعادات المباريات القديمة، ما في شيء جديد. للأسف حتى اللاعبين عايشين في الوضع ده، عايشين في السمعة هذه. ما تشوفنا نوري مساكتين صراحة، معجبين بكلامك، كمل. فصراحة يعني للأسف حتى اللاعبين للأسف ما هم قاعدين إنه لا المنتخب السعودي قوي. يا رسيتي طبعا دول شرق آسيا ودول بتتقدم عاملة قاعد تشتغل لقدام أطول. يعني أول كنا نفوز على تايلاند في كاس آس 96، فزنا على تايلاند 6-0 على ما أعتقد. الآن إحنا قادرين نفوز عليه في مباراة ودية. دول الشام زي عندك سوريا والأردن يزمنا في كاس آسيا.
حتى للأسف للأسف حتى مبارياتنا الودية يا أخي عزيزي الأخوان مستمعين للأسف بيلعبها مع الأردن، ألين خلاص الأردن وسوريا حفظونا من كثر مبارياتنا الودية معهم حفظونا حتى رغبتنا فقدت أمامهم. طيب. الآن شوف عندك الآن مصر شوف بتلعب مع إيش الدول اللي تلعب معها، اليابان بتلعب مع البرازيل، حتى الآن الدول الأوروبية بطلت تلعب مع فريق يقول لك يخرج قوية. للأسف إحنا عندنا نتكلم على جانبين، آسف على الإطالة، عندنا نتكلم عن جانبين، عن جانب إنه الإعلام والجماهير واللاعبين عايشين على ما حققوه الأجيال السابقة وقاعدين يلعبوا عليه. والآن في نظر الشخص الآن إحنا جميع الاتحاد السعودي بكل إداراته بكل لجان وجميع لاعبي المنتخب الأول وإقالة مدرب يا أخي أعطي فرصة للأطباء السعوديين لجهاز إداري جهاز فني أعطيهم أندية أو كل المدربين أعطيهم دورات، يعني مثلا اسمح لراتب ريكارد أطلع فيه اثنين مدربين مستوى وخليهم يرجعوا لي أستفيد منه 20 سنة. واضح الصورة يا تكرافي أبو باسل. نذكر بأرقام التواصل STC 8 3 4 4 4 8 موبايلي 630 25 22. ريما عندك خبر؟ عندنا خبر من مع العراق 1-1 في المباراة اللي أقيمت البارح على استاد عمان الدولي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة من التصفيات عام 2014 في البرازيل. يقول وش قال تشافي؟ تشافي قال في تصريحه لأحد الوسائل الإعلامية أوروبا اللي بتقام يوم الجمعة يورو 2012 كأس الأمم الأوروبية أنه بطولة أوروبا أقوى من كأس العالم، لا ضعيفة مثل السعودية وهن ما نشوفها في أوروبا. اللي بيقول رأيه في الموضوع هذا يقول رأيه. خلنا نطلع ريم الفاصل قصير وبنرجع مرة ثانية.